كتشوف معذبين معذبين الدنيا كيفاش يعيشوا، دم كيفاش يعيشوا. معذبين بينا بهم، لا طلع هو هذا كيفاش انا نعيش، انا نعيش معذبه معاهم، ما نخرجش من الدار نهائيا، جالسه معاهم في الدار نقابلهم في الدار صافي. انا خرجت حتى الموطا، ندخل من الطواليت نخرج نيض من النعاس نغسل لم نبدل لم اي حاجه نقيها لهم انا، اللي يحب يطلل يطلل، الباب مفتوحه لكل واحد يطلل عليهم. كيفاش ما تكون ثلاثة بنات هيدا نوض في الليل نحسرو في الليل عاونوض في الليل، كيفاش ما تكون معاهم ثلاثة بنات هاد الحالة هادي؟ هادي ماذا شي عطاه لنا ربي، شي قدرو علينا الله، صافي هذا ما نقولو. حنا ساكنين بمدينة تطوان الحومة باليدوس، نتمنى المحسنين يجيو يطلعو علينا باش ما كان في الدنيا، يطلعو علينا ويعاونونا باللي كان في الدنيا، يطلعو علينا عليهم. عايشين مكرفصين عايشين مسيبين مهاتكين، العيشة انت كتشوف العيشة مهاتكة فينا الحمد لله، عندك ما تقي الحمد لله. كل المحسنين يجي يوقف معنا، الوضعية ديالنا صعيبة وما عندناش المدخول، يقول اللي بغى يتعاون معنا فتح بابه. شحال انت هنايا؟ يمكن 10 سنين. 10 سنين طاحوا هما، ملي طاحوا هادو طاحوا مع بعضهم كيقراو مع بعضهم طاحوا مع بعضهم. هذا عيشة كل نهار نفس الحالة، شنو غنبقى في حياتي؟ شنو كطلب؟ كنطلب المعاونة يتعاونوا معنا بشي حاجة باش نعيشوا مزيان وتعاونوا في المصروف. خصني المعاونة ديال الناس، حنا الحالة ديالنا ضيقة كما كتشوفوا وما عندناش. انا 8 سنين وانا هيدا ما كنتحرك ما كنوض ما كنقدر ندير حتى حاجه، ما كنمشي بها هذا الموضع صافي. انا هيدا كما كتشوفوني انا هيدا عايشه هذا المكان، ما كنخرج ما كنعمل والو. هذا شي حاجه يعاونونا باش نعيش شويه. بابا انا خدام غير في البنيان، شحال غيبقى خدام علينا غير في البني ديما، شنو حاجه نتعاونوا بها، شنو حاجه نخدموا بها على راسنا، هذا اللي دخلنا شي مدخول ديالنا. حنا كما كتشوفونا هيدا عايشين هذه هي الحاله ديالنا ديما.